ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لعمايل الكب كيك. انا عارف ان انتوا شطار فيه قوي، والبنوته الشاطره اللي بتخش المطبخ تساعد مامتها، الشاب اللي له هوايه المطبخ يساعد مامته، ده مفيش مشكله. مقادير في متناول الجميع. معانا التمر بتاع الواحات بتاع سينا، عندنا متوفر بالطعم السكري لطيف وجميل، بتحطيه في ميه ساقعه وتشيليه تاني وتشيلي النوايا منه. معانا بيض ومعانا سكر ومعانا بيكنج باودر معلقه، ومعانا من الفانيليا عشان زفرت البيض، ومعانا بشره ليمون اخضر. ولما اقول اخضر نقطه من اول السطر، الليمون الاخضر ده موجود دلوقتي في السوق وده الموسم بتاعه، بتجيبيه ويكون متوفر عندك، وما تجيبوش مستوي جامد عشان يقعد عندك وقت كبير. بتبشريه وتاخدي الايه البشره بتاعته، بيبقى طعم سكري شويه، ما بتبقاش حامضه قوي. دي المقادير بسيطه وسهله، مع 1 كوب من الحليب ونص كوب من الزيت، ولو حبيت تحط ربع كوب مفيش مشكله. مقادير الدقيق بتاعتنا 2 كوب من الدقيق. مقادير الكب كيك قيمه غذائيه عاليه جدا، في البروتين، في السكريات، في الفوسفور، في الكالسيوم، في المعادن، في كل حاجه حلوه ممكن تدوري عليها لاولادك الصغيرين ولجوزك، ربنا يديله الصحه. ريح الشغل هياخد واحده مع كوبايه شاي، كوبايه عصير كده زي الفل، اتعشت. تعالوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. حلو الكلام. اول حاجه بنخفيها مع بعض البيض، ممكن 3 بيضات، 3 بيضات دول صغيرين او كبار مفيش مشكله. واحنا قبل كده عملنا الكب كيك من غير بيض عادي، احنا نزود بس البيكنج باودر، ماده رافعه زي الفل. ونخفق السكر جامد مع الحليب والزيت، ده ممكن يغنينا عن البيض بجد يا شيف. يعني ممكن اعمل كيكه من غير بيض؟ ممكن. اتفرجي على الشيف المغازي يا ست الكل وانت تعملي كل حاجه نفسك فيها. ده البيض اهوت، بنحط على البيض ده السكر عشان يتخفق معانا بسرعه اهو بس، وشويه الفانيليا واخفقهم جامد اهو بالشكل ده كده اهو، لغايه لما لون البيض يتغير وقوامه يشوفيه معانا مع بعض اهو اهو اهو. حلو، من غير خلاط ولا من غير اي حاجه بقى. مش نفسك تعملي كب كيك؟ ما عنديش خلاط يا حبيب قلبي، انا قلت لك تجيب الخلاط الشهر اللي فات طنشتني. ليه بقى؟ اهو بضرب ب3 تعريفة اهو زي الفل اهو. سكر، بيض، فانيليا، هيديني القوام ده عمورة بالشكل ده كده اهو اهو. قطع يبقى البيض مش حلو، اذا القوام ده يا ست الكل قطع معاكي يبقى البيض مش حلو، البيض فيه مشكلة. ايه هي؟ مش عارف اهو بالشكل ده كده قوام البيض اهو، شايفة؟ ده هو ده اللي انا بدور عليه، مع سكر وفانيليا. نبدأ نضيف الزيت بتاعنا، 1/4 كوب من الزيت بس، شكرا. والحليب 1 كوب تقريبا، شكرا. ونقلبهم مع بعض. السهولة والبساطة والمرونة معانا اهو، سهولة بساطة مرونة، مفيش قوام هنا، خلي بالك بقى هنا مفيش، خلاص قطع معانا. نبدأ ننزل ببشرة الليمون الجميلة الحلوة، شايفينها في قلب الكاسرولة بتتكلم مصر ازاي اهو، ليمونة اهو، قلب كيان الكب كيك. حلو الكلام. نشيل كل حاجة ملهاش عوزة هنا عشان نوسع لنفسنا أول بأول. لازم مطبخك رايق وزي الفل، تشربي القهوة بتاعتك وتخش المطبخ تعملي حاجة لأولادك، حاجة لأطفالك، لما ياكلوا من إيدك بيحسوا بالحنان والحب ومشاعر الإحساس بالحب، حاجة جميلة. هننزل هنا يا عم الشيف بالدقيق اهو، 2 كوب من الدقيق، أنا معاييرهم مجهزين بس هخلي شوية يمكن يكون زيادة. ونقلب دول كده مع بعض اهو اهو، تقليبة حلوة كده اهو زي الفل. القوام ده حلو حلو. طبعا لازم تنخلي الدقيق، إذا أنت يعني الدقيق ده متخزن عندك بقاله وقت، أنت أضرب الموضوع بقى. شفت القوام هنا؟ هيرجع القوام ياخد شكله الطبيعي تاني اهو باضافه الدقيق اهو. قبل ما اضيف الدقيق طبعا مفيش قوام، اذا احنا بنشوف القوام ده في حالتين، الحاله الاولى بعد اضافه السكر للبيض وخفقه، الحاله الثانيه بعد اضافه الدقيق لكل المقادير السائله، لازم يديني القوام ده كده اهو. حلو الكلام اهو، بس كفايه اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطه كده نشيل المضرب ده كده. اه نسيت حاجه مهمه جدا، والله انت ابن حلال يا عموره، قال لي ما حطيتش البيكنج باودر. انت زيي طبيعي،
مشغوله نسيت البيكنج باودر، هتعملي ايه؟ هل تضيف البيكنج باودر على القوام ده كده ولا تعملي ايه؟ لو انت مكاني تعملي ايه؟ قولي لي كده تعملي ايه؟ ببساطه خالص، وارد انك تتعرضي للنسيان، والنسيان ده نعمه من عند ربنا. نسال قساوة اهو، هناخد معلقه دقيق نحطها على البيكنج باودر يا دلعك يا شيخ، ونقلب البيكنج باودر مع الدقيق، وارد ان يمر عليك النسيان. انا كنت ممكن اشيل البيكنج باودر واعمل ان انا من بنها ومش عارف حاجه، وهي هتبقى الكيكه تطلع زي الفل والصوره حلوه، ولكن هنا في مصداقيه، في شفافيه، في تلقائيه. ادي البيكنج باودر مع الدقيق قلبتهم حطيتهم، خلص الكلام، ونقلبهم. الله، وتعاملي بالنيه وحسن النوايا يثبت الايه. حلو الكلام. ادي القوام بتاعنا زي الفل. تمام، نشيلها كده ونشيل كل حاجه ونوسع لنفسنا بقى عشان نبدا ان احنا نعبي الكب كيك ده بشكل لطيف كده في القوالب بتاعته. دي القوالب بتاعه الكب كيك زي الفل. فين التمر يا شيف؟ اصبر على رزقك يا طيب. هنحط شويه زيت صغيرين هنا كده، اللهم صل على النبي، ونخليهم كده على جنب، وناخد التمر بتاعنا اللطيف ده كده ونحطه في الارضيه كده، يعني ممكن حبيتين تمر ما فيهمش نوى يتحطوا كده في الارضيه. وتخليها هشه كده، يعني ما تغرزهاش جامد، سيبها بطبيعتها كده وبتلقائيتها زي الفل. شفت انا حطيت ايدي في الزيت ليه بقى؟ حد يقول لي بقى عشان تسلك ايدي من التمر. شفتي؟ ده الطبيعي. لان التمر فيه سكريات شويه، وانا عايزك تقف في المطبخ كده يعني تبقى دكتوره. حلو، مفيش مشكله اهو. ويبقى ابنك عنده اعتراض على الاكل، صحي الصبح مزاجه مش رايق، بنوتك امورتك الحلوه صاحيه الصبح مزاجها مش رايق، هتدي لها واحده كب كيك من دولت هتحبها مع كوبايه عصير وتصبيره لغايه لما تخش المطبخ تعملي الطبق بتاعك بقى اللي هو ايه؟ طاجن السبانخ بالجبنه. حلو، ده كفايه تمر؟ كفايه تمر، وده موجود وبتوفر عندنا بتاع سينا وبتاع الواحات، وتحيه كبيره لكل حبايبنا في محافظه سينا والواحات. حلو، كل ده مع مين يا فندم؟ كده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنبدا نوزع كده المقادير دي كده بالراحه، المعلقه دي في الزيت كده. شوف انا هعمل ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل كده عيني. حاضر. شفتي؟ انا عايزك تتعلمي الشقاوه دي. تاني. خلص الكلام. حلو، نخش على اللي بعده. حاضر يا غالي، عينيا. بيقول لي اخبار الكب كيك ايه؟ معايا مخرج متابع. لا انت تصلي على الحبيب علشان افتح لك وتشوف الحلاوه. الحلاوه وبتاع الحلاوه. افتح، يلا مستعد، خش على الحلاوه. هو ده، اللهم صل على النبي. اوعى وشك، سقفه كبيره من الكنتوره. شايفين الكب كيك في قلب الفرن بيتكلم مصري، لانه معمول بالتمر بتاع سينا، ابطال سينا وانتاج سينا، تمر الواحات، سكريات زياده. حب. هسيبه بقى، والله ما عايز اقفل الفرن، عايز اتغزل فيه، اتغزل فيه واقول شعر. فخلينا نقفل الفرن.